قطع من القاهرة، هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ هاني، هل فعلا الولايات المتحدة تعاني من نقص في الإيرادات وهي أزمة حقيقية أم لا هي مشكلة عابرة بسبب الظروف التي مرت بها أمريكا بالفترة الماضية، كورونا مثلا، الحرب الروسية الأوكرانية؟ الحقيقة أن هذه المشكلة هي مشكلة تاريخية وتتكرر كثيرا منذ سنوات طويلة. فسقف الدين هو قيد على الحكومة الأمريكية، يحدد الحد الأقصى للدين الذي يمكن أن تقترضه الحكومة، ويتم وضع هذا السقف من الكونغرس الأمريكي. وكما نرى تاريخيا لقد تم رفع سقف الدين نحو 70 مرة منذ عام 1960، وتجاوز سقف الدين الحدود القصوى عدة مرات، وهو سجال تاريخي في الكونغرس الأمريكي. فكل مرة يتم اللجوء إلى الكونغرس الأمريكي لرفع سقف الدين لتمكين الحكومة الأمريكية من استكمال التمويل اللازم لالتزاماتها المالية. أرى أن هذه المشكلة هي مشكلة بالفعل حقيقية على الرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي، ولكن الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي في السنوات الأخيرة هي عامل إضافي إلى جانب العوامل التاريخية التي يعني ساهمت في طلب الحكومة الأمريكية من الكونغرس الأمريكي رفع سقف الدين عدة مرات. وكما ذكرت هناك تأثيرات على الاقتصاد العالمي وأيضا تأثيرات على اقتصادات الدول العربية في حالة فشل أو رفض الكونغرس الأمريكي رفع سقف الدين. طيب سنتحدث عن فقرة تبعات عدم الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على نقطة تتعلق برفع سقف الدين أو حتى بموضوع خفض الإنفاق. أستاذ هاني، لماذا دائما ما تظهر أزمة زيادة في النفقات، ليس فقط خلال حكم بايدن وإنما حتى بالسنوات والعقود الماضية؟ كل كم سنة تظهر أو يظهر أحد الحزبان الحاكمان بأنه يجب أن نخفض من الإنفاق مقارنة بالإيرادات هو أقل. السجال التاريخي بين الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين نشاهده كثيرا، و يطلبون دائما تخفيض النفقات ومقابل يعني زيادة الموافقة على زيادة سقف الدين، ولكن الحقيقة أن تخفيض النفقات له تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي، وأيضا يمتد تأثيره إلى بعض الاقتصادات العالمية الأخرى. فالمسألة ليست فقط في تخفيض الانفاقات ولكن المصروفات الحكوميه، لان هذا يمس بالتالي القطاع الخاص ويمس ايضا الجوانب الحيويه في المجتمع الامريكي وتحديدا مستويات البطاله. فالامور كلها طيب هذا في حال تخفيض الانفاق تاريخي. لكن طيب فعلا، لكن في حال رفع الانفاق عن المستوى المعقول أيضا سيسبب مشاكل للولايات المتحدة حتى على المدى البعيد ليس فقط على المدى القريب، أليس هذا صحيح؟ صحيح صحيح. وزيادة الإنفاق على الأقل سوف يترجم في مستويات التضخم والتي يحاول الفيدرالي الأمريكي معالجتها منذ العام الماضي، وقد رأينا الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة أكثر من 8 مرات وصلت إلى مستويات تاريخية، وأثر ذلك نجح جزئيا في معالجة التضخم داخل أمريكا، ولكنه كان له تبعات يعني شديدة على باقي اقتصادات العالم وبالتحديد اقتصادات الأسواق الناشئة. أسألك أستاذ هاني عن نقطة أنه الآن كما قلنا قبل قليل أنه الجمهوريين ضد فكرة رفع سقف الدين، لكن بعهد ترامب عندما كان رئيس لأمريكا رفعوه 3 مرات، إذن هل كان بوقتها خطوة جيدة والآن هي خطوة سيئة أم أنه هو يحاولون
التأثير على سمعة بايدن بما أنهم مقبلون على انتخابات وترشيح؟ كل هذه الأمور هي أوراق في اللعبة السياسية في أمريكا، ويستخدم سقف الدين كورقة ضغط تلعب به الأحزاب لتحقيق مصلحتها. وبما أن يعني بايدن يعني يمكن أن يرى أن رفع سقف الدين سوف يخدم الاقتصاد والأهداف، هناك مطالب أخرى من الجمهوريين تضع في وضع يعني ليس قوية، وتضع أو تظهر بالموقف أو بالشكل الأضعف، وهو الصراع السياسي الذي في النهاية يؤثر على الوضع الاقتصادي الأمريكي. ونحن شاهدنا في الماضي مثل هذه الصراعات بين الأحزاب في أمريكا، ونتوقع أن تستمر هذه اللعبة السياسية حاليا وفي المستقبل. مدى تأثير أزمة الديون على الدول العربية خاصة المرتبطة اقتصادها وعملتها بأمريكا، تأثير قوي ضعيف أم لا؟ بوجه عام هناك تأثير على عدم رفع سقف الدين على الدول العربية، ويعتمد يعني على العديد من العوامل بما في ذلك الترابطات الاقتصادية والتجارية بين الدول ومستوى تعرضها للمخاطر الاقتصادية العالمية. فعلى سبيل المثال التأثير يختلف ما بين الدول المنتجة للبترول وباقي الدول العربية الأخرى. فعدم رفع سقف الدين يؤثر على الدول العربية بعدة طرق. فإذا تسببت على سبيل المثال عدم قدرة أمريكا على سداد ديونها في انخفاض الثقة في الدولار الأمريكي، فقد يحدث تقلب في أسعار النفط. وبما الدول العربية الخليجية تحديدا هي مصدر رئيسي للنفط، فإن تراجع الأسعار يمكن أن يؤثر على ميزانياتها واقتصاداتها. كذلك قد يحدث تراجع في تدفق الاستثمارات الخارجية إلى الدول العربية، مما يؤثر على نمو الاقتصاد. وأيضا من الممكن أن يؤثر عدم رفع سقف الدين في أمريكا على المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الدول العربية. فإذا تم قطع أو تقليص هذه المساعدات، فقد يتأثر القطاعات الحيوية في بعض الدول العربية التي تتلقى المساعدات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. طيب، يعني أفهم من كلامك أنه الدول العربية المنتجة للنفط هي الأكثر تأثراً أم العكس؟ الدول العربية المنتجة للنفط هي الأكثر تأثراً نظراً بشكل سلبي صادراتها البترولية بالدولار الأمريكي، وارتباط اقتصادها بوجه عام ارتباط لصيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. دول كثيرة تعاني، لكن عندما نتحدث عن أمريكا يعني أن النظام العالمي مرتبط بها خاصة ماليا واقتصاديا. فإذا يعني هناك تقارير مثلا تحدثت أنه إذا تخلفت أمريكا عن السداد أو عانت من أزمة، ستتخلف دول أخرى عن السداد أيضا. تقول لك أنه إذا أمريكا هي تخلفت، فأنا لماذا لا أتخلف عن سداد ديوني أو أؤخرها بشكل أو بآخر؟ بالفعل هذا صحيح. فإذا كان أكبر الاقتصادات العالمية تتخلف عن سداد التزامها، فهذا يؤثر على النظرة المستقبلية للاقتصاد لآفاق الاقتصاد العالمي. فإذا كانت أكبر الاقتصادات تتخلف، فأيضا كما ذكرت بعض الدول التي لديها ديون خارجية ربما يكون لها أيضا المبرر في المطالبة بإسقاط بعض الديون أو حتى التخلف عن سداد هذه الديون، ويصبح بذلك لدينا أزمة دين عالمي جديدة تقودها أو يقودها
سابقة التخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها وتمسك بعض الدول الأخرى ذات الاستدانات من المؤسسات المالية العالمية والهيوسيرية الأخرى بالتملص من سداد التزاماتها. طيب أستاذ هاني، هناك دول كثيرة، الولايات المتحدة بحسب التقارير حتى سابقا ليس فقط هي مدينة لها، نتحدث عن مثلا اليابان، الصين، بريطانيا وإيرلندا، هذه أكثر الدول التي مدينة لها الولايات المتحدة. كيف من الممكن أن تتعامل معها أمريكا مع هذه الدول خلال هذه الفترة من وجهة نظر اقتصادية؟ تضطر إلى أن تأخذ منها أكثر أم كيف؟ العديد من الدول الكبرى كما ذكرت لديها استثمارات في سندات الخزانة الأمريكية بمليارات الدولارات، وهذه الاستثمارات عندما تتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد التزاماتها سوف تؤثر شديدا بالسلب على اقتصادات هذه الدول. أعتقد أن هذه الدول لديها سيناريوهات التحوط وتنويع استثماراتها والتخلي تدريجيا على المستوى او على النطاق الزمني مستقبلا من الاستثمار بالدولار الامريكي والاستثمار تحديدا في سندات الخزانه الامريكيه، لان ارتباط او فشل الولايات المتحدة الأمريكية في سداد هذه الديون سوف يضرب هذه الاقتصادات في مقتل. أستاذ هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، شكرا لك على هذا الحوار، ولكم مشاهدينا كل التحية، نلتقيكم غدا في نفس الموعد وملف جديد، في أمان الله.